السلام عليكم ورحمة الله الزفلاوي. البارح كانت وقفة احتجاجية نظمتها الجالية الجزائرية في الخارج، اخوات نقلوا من مدن فرنسية واخرين من مدن بلجيكية، ومشاو وقفوا امام البرلمان الاوروبي في بروكسل. مبادرة جميلة كما قلتها في تعليق سابق في التسجيل السابق، ولكن المبادرة هذه ما يلزمش توقف عند نهار، يعني ساعتين الناس توقف عند البرلمان، مش بلغنا له البرلمان. الناس شافوا باللي كاين احتجاج ضد العصابة الحاكمة في الجزائر، وليس ما يلزمش نغلطوا ثاني، ماشي احتجاج ضد يعني الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي نجلب انتباهه أنه التعامل مع هذه العصابة تاع الناس متسكعين، تاع الناس فيوات ما يحترموش قوانين، يسيء لهم، يسيء لدول هذا الاتحاد، وما يلزمش نجعلوا من هذه الدول الأعداء، أعداء الحراك، أعداء الشعب الجزائري. يعني نشوفوا أنه كل الدول اللي الجزائر تخاصمها، ولا كل ما يعني العصابة تخاصمها، ولا كل ما العصابة يعني الناس يعرفوا يميزوا ما بين الشعب والعصابة، وبالتالي يجب دائما نعرفوا كيفاش نعطيو أجمل صورة عن الشعب الجزائري، ونخليو انطباع الناس أننا لسنا في مستوى هذه العصابة تاع الفويوات. أنا لما نشوف مثلا دي سلوغان غير جينيرو أساسان أوروب كومبليس، جينيرو أساسان لاسكون كومبليس، جينيرو أساسان لاسكون كومبليس، جينيرو أساسان لاسكون كومبليس، جينيرو أساسان لاسكون كومبليس، يعني ما نجيوش نحطوه في نفس المستوى. يلزم نجبدوا هاد الدول الاوروبيه، نجبدوها لينا حنا، ماشي نحطوا يقولوا راكم كومبليس مع لي جينيرو، لا، يلزم نجبدوه معنا حنا، نطلبوا منهم مساندتنا حنا كشعب جزائري، ماشي نخلوهم في خانه الاعداء، ماهوش من صالحنا. هذه الاولى. ثانيا، لابد ان يكون امتداد لهذه الوقفات هذه. كيفاش يكون الامتداد؟ وانه كنت قلت لابد من تشكيل يعني لجنه او يعني مجموعه اللي تقود، وكاين مبادره تكلمت عليها البارح وشرت صور وصرت فيديو نتاع هاد الاخوان خداو هاد المبادره الجميله. هادو يلزم بعد كل تجمع، بعد كل يعني لقاء، كل وقفه نمشيو نديو نطلبوا ديجا قبل تنظيم الوقفه، نطلبوا من يعني الجماعة اللي راح نقف قدام مثلا منظمة أو برلمان أو أي مؤسسة، نكونوا قدمنا طلب استقبال لممثلين عن الجالية باش يرفعوا رسالة ويشرحوا أنه المنظمة اللي راح نددنا قدامها وقفة، يعني نطلبوا منها أنها تعبر عن تضامنها مع الشعب الجزائري، نطلب منها أنها تعمل بيان تعبر فيه عن تضامنها مع الشعب الجزائري. هذا ما نطلبه. وهنا نكون سجلنا نقطة، يعني لما نطلب مثلا نروح للاتحاد الأوروبي ونطلب أن يستقبلنا وفد من الاتحاد الأوروبي، ونطلب من الاتحاد الأوروبي رسالة وين الشعب الجزائري يطالب من هذا الاتحاد الإعلان
عن تضامنه مع الشعب الجزائري. ما نظنش يرفضها، ما كانش يرفض التضامن مع الشعوب، خاصة انهم يعرفوا باللي العصابة هذه مجرمة. وفي الرسالة اللي قدموها نرفعوها، نعطوا لهم بالإحصاء عدد المساجين السياسيين، مساجين الرأي، الأعمال اللي راهي تقوم بها هذه العصابة الإجرامية، كيفاش تتهم في الناس بالمؤامرات، تتهمهم بالإرهاب، تتهمهم بعدة أمور، لأنها هذه العصابة تحاول باش تهرب من مسؤوليتها في الإجرام، لأنها مجرمة. وطبعا ما كانش مجرم يتحمل مسؤولية الإجرام ديالو. على هذا نقول لابد من أن نكونوا منظمين أحسن في المستقبل. ربي يوفق كل من يبادر لخدمة الجزائر، وربي يقدر الخير لبلادنا ويبعد عليها ولا الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.